تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تنطلق غدا أعمال النسخة الثانية من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وتوقع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية أن يستقطب المنتدى بنسخته الثانية 1000 مشارك من أكثر من 90 دولة من حول العالم، فيما أكد مدير مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو الدكتور هاشم حسين أن النسخة الثانية من المنتدى ستلعب دورا كبيرا في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال في التنمية المستدامة وإبراز دور البحرين في تبني رواد الأعمال ودعمهم بصورة متكاملة. يأتي استضافة مملكة البحرين للمنتدى العالمي لريادة الأعمال والاستثمار استكمالا للنجاح الذي حققه ذات المنتدى في عام 2015. يأتي هذا المنتدى برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وحرصه على دعم ريادة الأعمال في مملكة البحرين. إعلان البحرين الذي كان ثمار المنتدى عام 2015 نتج عنها الكثير، ومن أحد هذه الثمار استمرار عقد هذا المنتدى في مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للصناعة اليونيدو. نحن بدينا على أساس أنه نضع الأرضية أو المفهوم ربط ريادة الأعمال بالتنمية، ولذلك نقدر الحين في أهداف التنمية المستدامة 2030 صار المفهوم ريادة الأعمال في أغلب 17 هدف متواجد، وهو لأنه يحقق الرفاهية طبعا للناس البيبول، لأنه نحن نستثمر في رائد عمل، هناك بيكون تغيير نوعي في رائد العمل كفرد طبعا في عائلته في المجتمع والاقتصاد بشكل عام. أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن تأسيس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات بصفتها شركة بحرينية مقفلة، وتهدف دانات التي انطلقت أعمالها التشغيلية اليوم تهدف إلى أن تصبح واحدة من أفضل المعاهد في العالم التي تقدم خدمات لفحص اللؤلؤ والتأكد من طبيعة تكوينه، كما تهدف إلى تعزيز سمعة المملكة بصفتها مركزا رائدا في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة ونافذة على الأسواق العالمية لخدمة العملاء المحليين والعالميين. وتضم دانات مختبرا ذي مواصفات عالية يحتوي على أحدث الأجهزة المتطورة في مجال الفحص وخبرات عالمية ومحلية عملت في أفضل المعاهد وكبرى المختبرات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة. مساء الخير السيد محمود، بداية لماذا أسست شركة ممتلكات القابضة هذا المعهد المتخصص للؤلؤ والأحجار الكريمة؟ مساء الخير، طبعا مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. طبعا تأسيس المركز جاءنا بيان على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال رؤيته استقبل في إحياء تراث الوطن العريق ونقلها للعالمية. وكما يعلم الكبار السن من المشاهدين أن تجارة اللؤلؤ في عشرينات العام القرن الماضي كانت المورد الأساسي للاقتصاد الوطني في البحرين، حيث كان يعمل فيها أكثر من 20,000 شخص من مجموع 74,000 عدد سكان البحرين في ذاك الوقت، كان يعني مورد كبير جدا في الاقتصاد. دور ممتلكات يتمثل في مساهمة في الاستثمارات الاستراتيجية وكذلك تعزيز الصناعات الوطنية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني. وحنا نعتقد أن تأسيس المعهد هذه سوف يكون نقلة نوعية في خلق فرص عمل جديدة ودعم المعرفة والخبرة في هذا المجال اللي كانت تشتهي فيه البحرين. نعم، كما علمنا سيد محمود فأنه تم تعيين كنيث كاريت كرئيس تنفيذي للمعهد، ما هي الخبرات التي يتمتع بها وكيف سيؤثر ذلك على عمل المعهد ككل؟ طبعا سيد كنيث كاريت هو من رواد الفحص اللؤلؤ الطبيعي في العالم، فقد عمل في هالمجال في أكثر من 40 سنة. نعم، هو يعني لا أكثر من 100 بحث عالمي وقام بتأسيس عدد من معاهد ومختبرات أنحاء العالم في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ولعلم المشاهدين الكرام
سيد كينيث هو الشخص اللي قام بتأسيس معهد اللؤلؤ في البحرين في عام 1991 لما كان تابع لوزارة الصناعة والزراعة آنذاك. هو صراحة معروف في كل تجار اللؤلؤ مو بس البحرين، منطقة الخليج العربي، يعني تجار العريقين يعرفونه شخصيا والأباع طويل في المجال هذا. نعم سيد محمود، السؤال الأهم الآن، ما هو الأثر الاقتصادي المتوقع لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات، وما انعكاسات ذلك على البحرين كمركز رائد في هذا المجال؟ طبعا دانات تهدف أن ترسيخ ذاتها على النافذة العالمية في وضع البحرين على الخارطة العالمية ورفع سمعتها. نعم. كما تعلمون المتوقع في صناعة المجوهرات أن يكون معدل نمو سنوي 5-6% سنويا. نعم. في سوق تفوق عن 270 مليار دولار سنوي، وهي سوق كبيرة جدا، ولا يعني لا مردود طيب على الاقتصاد البحريني لو احنا استغلينا خدمة السوق هذه. طبعا المركز توقع ان يزيد اعماله بمعدل 20% سنويا. نعم. خلال 5 سنوات الاولى من التشغيل. في الوقت الحالي يعمل معهد حدود 35 موظف، اتوقع ان خلال سنتين او ثلاث بالكثير يوصل ل 70% 70 موظف المعهد هذا. وكذلك المعهد هذا يعني مو بس فحص اللؤلؤ، في هو معهد فحص اللؤلؤ كذلك تدريب المواطنين والمواطنين البحرينيين والعاملين في المجال هذا في الاحترافيه في هذا المجال، وبالتالي سوف نخلق فرص عمل يعني جدا احترافيه ومتخصصه في المجال هذا. نعم، كل التوفيق لهذا المعهد المتخصص والرائد في مملكة البحرين. السيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين، شكرا جزيلا لك. أعلنت لجنة تسوية مشاريع تطوير العقارية المتعثرة إغلاقها مشروع الجفيرة فيوز بعد الانتهاء من توزيع حصيلة بيع المشروع على مشتري الوحدات الذين بلغ عددهم 58 مشتري، وذلك خلال فترة 24 يوما من إعلان اللجنة البدء في توزيع المستحقات. وقالت اللجنة في بيان لها بأنه تم الانتهاء من نقل ملكية المشروع خاليا من أي مديونيات أو رهونات إلى شركة عقارية اسمها رامي التي رسي عليها البيع في المزاد بقيمة 3.6 مليون دينار بحريني. الجدير بالذكر أن مشروع جفير فيوز كان أحد مشاريع التطوير العقاري المتعثرة التي تتابعها لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة إلى جانب بوابة أمواج ومارينا ويست وتلال الغروب، وكان مقررا الانتهاء منه بحلول منتصف العام 2009، وقد تمت إحالته من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والتي قررت بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 20 ديسمبر 2016. اللجنة انتهت فعليا من تسوية مشروع الجفير فيوز، وهي الآن بصدد توزيع حصيلة البيع على الدائنين. وأما بخصوص مشروع بوابة أمواج، هي فعلا الآن في إطار عرض المشروع للبيع بالمزاد العلني. في البداية موجب القانون زين ممكن في حال تسوية ودية مع المطور الحالي للمشروع، فإذا ما أمكن أنه يستمر في تطوير المشروع هناك البحث عن مطور جديد. والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء عند مستوى 1276 نقطة بانخفاض نسبته 0.02% عن معدل الإقفال السابق، وذلك عاد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وأيضا قطاع التأمين. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 815,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 195,000 دينار تم تنفيذها من خلال 57 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 55% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض في المنطقة الحمراء بعد تداولات هادئة لتداولات هذا اليوم. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.16% عند مستوى 6945 نقطة، متأثرا بانخفاض مؤشر قطاعي العقارات وأيضا إنتاج الأغذية. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع نسبته 17 النقطة مئوية، مغلقا عند مستوى 6561 نقطة، وذلك لضعف أداء مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضا الطاقة. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أغلق على تراجع أيضا بنسبة 0.14% عند مستوى 4456 نقطة بسبب تراجع مؤشر قطاعي البنوك وأيضا العقارات. فيما سجل سوق دبي المالي تراجعا بنسبة تقارب 13 نقطة مئوية عند مستوى 3629 نقطة بسبب انخفاض مؤشر قطاعات الاتصالات وأيضا الاستثمار والخدمات المالية. في حين سجل الرابح الوحيد سوق مسقط الأوراق المالية صعودا بنسبة تزيد عن 13 نقطة مئوية مغلقا عند مستوى 4982 نقطة مدعوما بتقدم مؤشر قطاعي المال وأيضا الخدمات.